أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه هي التغطية الخاصة. دائما الدولة المصرية الحقيقة بتسعى لتحسين حياة المواطنين، وبالأخص يمكن يعني في مجالات وقطاعات مختلفة، وبالأخص من الطبقة الوسطى والتي بتهتم بها الدولة وبتسعى للحفاظ على وضعها الاجتماعي والمادي. خلوني أقول لحضراتكم أن الدولة المصرية خصصت 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة، بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي. وأيضا الحكومة عملت يعني على تمويل حزمة لتحسين دخول 4.5 ملايين موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلوني كمان أقول لحضراتكم الجدير بالذكر أن قسم السياسة باليوم السابع اطلعوا على البيان المالي للموازنة، وكمان عدوا تقرير جيد جدا حقيقة بالزيادات التي أقرتها الدولة أو تضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة وأيضا الحوافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وكمان تم تبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضي بتكلفة إضافية بتتجاوز 7 مليارات جنيها عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9000 جنيها إلى 15000 جنيه، والإجمالي من 24000 إلى 30000 جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيها. كما تم تخصيص 5 مليارات جنيها لتعيين 60000 من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيها لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. البيان المالي كمان بيبين قد ايه الدوله اتحركت علشان الطبقات الاولى بالرعايه، حيث تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زياده المعاشات بتكلفه سنويه 38 مليار جنيه وتكلفه اضافيه 8 مليارات جنيها عن الفتره من ابريل حتى يونيو 2022، بشكل يعني يستفيد منه 10 ملايين من اصحاب المعاشات والمستحقين، وتخصيص مليار جنيها لدعم السلع التموينيه ورغيف العيش لضمان توفرها لنحو 71 مليون مواطن. طبعا يعني لو هنتكلم عن المبادرة الأهم للمواطنين الأولى بالرعاية، مبادرة تكافل وكرامة التي خصصت لها الدولة 22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والحقيقة 4 ملايين أسرة و3 مليار و500 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 1,200,000 وحدة سكنية، و7 مليار و800 مليون جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، وكمان 10 مليار و900 مليون جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، و18 مليار و500 مليون جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى استمرار دعم مبادرات 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وأيضا القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية أو يعني أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال. الحقيقة كمان جدير بالذكر أنه تم تخصيص 310 مليارات جنيها للصحة و476 مليار و300 مليون جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، و79 مليار و300 مليون جنيه للبحث العلمي. بالتأكيد أن الأوضاع في العالم كله صعبة جدا بسبب حرب أوكرانيا وروسيا، لكن بالتأكيد أن مصر من أقل الدول تأثرا بالأزمة، ودوما بتحاول الدولة تخفيف أثرها على جميع المواطنين. يعني دي كانت كافة التفاصيل حول هذه التغطية الخاصة، بشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في متابعات جديدة على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.